إطار الخطة الرمضانية لجمعية الشارجة الخيرية تم توفير 2000 وجبة يومياً لإفطار الصائم. تم التعاقد مع المطابخ من 7 إلى 8 مطابخ المشهود لها بالكفاءة والنظافة لتجهيز الوجبات بشكل يومي وتوزيعها على العمال. تحتوي الوجبة إفطار الصائم على العناصر الغذائية الأساسية من اللحوم ومن الماء ومن التمور ومن الألبان. تم تحديد 15 موقع إفطار الصائم في مختلف المناطق في مدينة خرفكان. يتم توزيع الوجبات يومياً حتى نهاية شهر رمضان المبارك.